اصحابي شطار، خدنا قبل كده الستاندينج لاين وخدنا كمان سليبينج لاين سليبينج لاين، وخدنا الليفت سلايد والرايت سلايد، وخدنا كمان السيمي سيركل. النهارده بقى هنقسم السيركل بتاعتنا ونخليها سيمي سيركل. سيمي سيركل اوكي، هنعملها سيمي سيركل. سيمي سيركل في منها اشكال كتير، سيمي سيركل اب، سيمي سيركل داون، سيمي سيركل رايت، سيمي سيركل ليفت. طيب النهارده هنبتدي بال الرايت، يعني سيمي سيركل بصه في اتجاه الرايت كده. طيب هنعملها ازاي يا حلوين؟ نقطه كده، مامي هتعملي معانا نقط كتير 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 كده، وابننا الشاطر هيدوس على النقط كده، وبعدين نبتدي نقلل النقط بتاعتنا. ما تنسوش the right semi circle، right semi circle يعني بس اتجاه right. اوكي شفتوا انا بقلل السيركلز النقط ازاي بتاعتي؟ وبعدين عملت كده، يعني مثلا بنعمل كولم كامل بالشكل ده، بيدوس على خطي وبعدين نقط متقطعة كولم كامل، هو يبقى عملناه بنفس الشكل ده، وبعدين الكولم التاني هيكون نقاط فيها اقل شوية، مثلا 5 دوتس، هنا 4 دوتس، هنا 3 دوتس، وبعدين ابتدي اعمل only 2 دوتس عشان يعرف خط البداية والنهاية. طيب لو غلط بقى وعملها لي ستاندينج لاين لازم نمسحها ونقول له لا يا حبيبي انا عايزاها سيمي سيركل رايت، سيمي سيركل رايت like this. مفيش مانع ان احنا نعرف، على فكرة من غير ما يتعلم الاستروكس دي ابدا ابدا مش هيبقى خطه حلو في الكتاب. ريحي نفسك وعلمي الاول الاستروكس وهتتعبي فيها شوية، لكن بعدين هتلاقي نتيجة حلوة اوي ان شاء الله. واخر حاجة ان انا بعمل له نقطة بداية وبسيبه هو يكمل لحد بقى ما يتقنها ويعرف اول ما اقول سيمي سيركل رايت يعملها لي بالاتجاه ده. شكرا حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.